السلام عليكم. بمناسبة زيارة وزير الصناعة السيد زغدار إلى مركب نسيج بغليزان، نعرفكم اليوم بهذا المركب الكبير، يعني كبير جدا، مركب عملاق، هو الأول في إفريقيا من ناحية يعني الإنتاج، يعني الطاقة الإنتاجية منطقة من ناحية العمال، حيث أنه زار وزير الصناعة إذن رفقة سفيرة تركيا بالجزائر وكذلك والي ولاية غليزان. إذن زار هذا المركب العملاق اللي يتربع عن مساحة 200 هكتار، حوالي 200 هكتار، وكذلك يشغل 4000 عامل، واللي يتكون هذا المركب يتكون من 8 مصانع متخصصة في مختلف الفروع نتاع الصناعة النسيجية، من صناعة الخيط إلى صناعة القماش إلى تقسيم القماش إلى صناعة الألبسة، إلى يعني في 8 مصانع في مركب واحد، واللي كما قلنا يشغل ما لا يقل عن 4000 عامل عندما ينتهي، يعني تنتهي كل هذه المركبات اللي قلنا، المصانع اللي قلنا عليها، يعني لي فيليار ديفيرونت فيليار. اذا وهذا بالمناسبة يعني الزيارة هذه تدخل في إطار إعادة إحياء بعد يعني المصنع هذا بعد التذبذب الذي عرفه في مرحلة التغيرات السياسية اللي عرفتها البلاد ومرحلة يعني الحراك وكذا. الآن ندخلنا في مرحلة جديدة ونشاهد يعني القوة الكبيرة لهذا المصنع اللي يصدر 70% من إنتاجه نحو أوروبا، ويدير مناولة إلى ستريتونس لأكبر العلامات التجارية في العالم في ميدان الألبسة. إذن هذا هو مصنع طيال اللي يعني باستثمار جزائري تركي بصيغة 51.49% للجانب التركي. إذن هذا هو المصنع، أترككم في يعني تابعوا كل يعني ما تبقى من هذا الفيديو حول مصنع تيال الذي يقع في المنطقة الصناعية تاع سيدي خطاب بولاية غليزة، والسلام عليكم.